عودي معكم للمتابعة. أفضل أيام الأسبوع عبر صفحة الفيسبوك، سؤال اللي سألته من عالم صباح. برنسس دايانا، صباح الخير. كل أيام حلوة لأن نعمة من الله، لأنه كتب لنا عمر جديد لنعيش كل يوم بيوم، فالحمد لله على هالنعمة. نهاركم سعيد. كليوباترا العراقي، صباح الخير. كل أيام حلوة لأنه نعمة كمان، لأنه كتب نفس الجملة أكيد طبعا. وتم نسخ التعليق بيتزا، نحن كمان عاملين بيتزا يا شيف. بقى كليوباترا عاملة بيتزا. سجود غلاييني، صباحه. أنا كل أيام مثل بعضها بس بفضل يوم الجمعة لأنه بتلتم فيه العيلة وبنطلع شي مطرح نتسلى فيه. مزبوط، أنا الجمعة كمان بحبه مثلك، في مشترك أنا وياكي. سجود ميمي حاج، صباح الخير. جوزيف الجمعة بس هيك من دون سبب بكون مرتاحة كمان. يا ميمي معك حق. فيروز، صباح الخير جوزيف، وصباح لأحلى عالم الصباح. بحب نهار الجمعة كتير من أنا وصغيري لأنه ما كان في مدرسة. غريب كل العالم بتحب يوم الجمعة، هلا بنشوف البسيكولوجي شو يعني. بريتي، بحب اليوم اللي بيكون ما في زعل ولا مشاكل ولا هموم. عم بتحبش يوم بالجمعة؟ ما بعرف بريتي، خلينا نفتش أنا وياك. بس بي بوزيتيف، معك حق، لازم نكون إيجابيين. وردة، في يوم صباح الخير. كل يوم حلو مفضل، بما أنه ما في أيام حلوة فكل أيام مثل بعض. لو سمحت تقله لفريد كان وعدنا بالمكرون، وين صارت؟ ما فيك يا فريد توعد المشاهدين وما تنفذ يا فريد. هدى بعلبكي، صباح الخير يا احلى جوزيف. انا من وقت اللي كنت صغيره بالمدرسه بحب يوم السبت، وكبرت وتجوزت وصار عمري 45 سنه وبعدني بحب يوم السبت. بس ليه وشو السبب؟ صدقني ما بعرف. طيب هدى احكيني تحت الهوا لنتواصل لنشوف ليه بتحب يوم السبت. بدي اتشكر كل في كتار، بعد شوي رح نقراهم بس ما بدي نطر. مايا، مع مايا ولادي بالدنيا. لتكون الوطأة أقل والمشاكل أقل على الأطفال يلي أهلهم تم الانفصال بيناتهم، صح؟ هذا موضوعنا. مزبوط بقى، كيف لازم التأثير أقل؟ تأثير أقل. ولادي بالدنيا مع مايا اليوم وعطول بالدنيا، بس إنه بالفعل واحد بصير يفكر زيادة على الموضوع. إذا فكر زيادة وتعامل زيادة مع الموضوع يمكن كمان تخرب. لازم يكون كل شيء مدري بشكل متوسط. أول شيء، ليش في عنا يوم بالجمعة منحبه أكثر يوم؟ وليش الجمعة كثير بيقولوا يوم الجمعة؟ يعني هلا عن جد ما في تفسير نفسي للموضوع، بس انه انا بعتقد انه كل انسان بميل يختار اليوم اللي اكثر شيء ممكن يرتاح فيه، ينبسط فيه، يجتمع بالاشخاص يلي هو بحبهم. يعني بالنهايه ما في تفسير انه لانه العطله سبت احد اوقات معترف متعارف بلا عليها. يعني قربت رياحه مثل ما بنقول، قربت الراحه، انه كونجي، يعني مش اكثر من هيك بفتكر. بس اخر سيده انه معوده عن نهار السبت من هي صغيره، عن جد يعني اوقات بكون عندنا شيء معودين عليه من نحن وصغار، ما نعرف ليه، ما بنعرف شو السبب، بعملوا كل اليوم خلص يعني. وبصير عندنا استباق ذهني، بتصير حتى لو صار في مشكله مثلا نهار السبت بس بنحبه، بتاخذها بهيك بسلاسه اكثر، بتتقبلها اكثر لانه انت عم تستبقها ايجابيا، انه انا اليوم مرتاحه اليوم نهار السبت. جريت. فاذا تم الانفصال والتخفيف من وطئه انفصال الاهل على الاولاد، يعني لازم في طريقه تعامل معينه اكيد حسب العمر. نعم. جوزيف، يعني اكيد وقت بنكون عم نحكي عن اولاد عمرهم مثلا بين 4 و6 سنين، وهذا اللي حركز عليه اليوم، يعني بين 4 و6 7، اكيد في صعوبه اكثر انه انا افسر لهم الانفصال. بس كمان ما بدنا نتفق على شغله، انه الانسان او الطفل وكل واحد فينا بيتربى على طرق ممكن تخلق له عقد معين، ان كانوا اهله منفصلين او مش منفصلين. يعني حتى نقول انه فينا يكون الاهل منفصلين والاهل مش منفصلين ويكون عندنا نفس التربيه ونفس النتيجه مع الاولاد. اكيد هيدي اكيد. نعم اكيد. بس وقتها بيصير في انفصال، اوقات بيصير في تاثير سلبي على الاولاد، وهالتاثير بيحملوه الاولاد وبيحملوه معهم للمراهقه ولا لسن الرشد، لان نحن بنكون قطعنا لهم المساج بطريقه غلط، او تقلنا عليهم بالاحساس بالذنب، حسوا الولد انه هو شريك بعمليه الانفصال او لعب دور بعمليه الانفصال. هيدي امور اذا ما عرفنا نتصرف فيها فعلا ممكن انه تضل تركي بصمه بحياه الولد. ونحن اوقات كثير بنستقبل اشخاص عن جد بيكونوا بسن متقدمه، يعني جوزيف بنستقبل اشخاص عمرهم 25 30 سنه وصار في انفصال بين اهلهم هن وصغار، ووقتها بتفتش بتشوف انه في شيء صار غلط، يعني المساج توصل بطريقه غلط للاولاد. يعني اللي بفهم منك انه اول معلومه لازم توصلهم انتم ما خصكم. اول معلومه انه هيدا الشيء بخص الكبار. نعم. اذا عم نحكي عن هول الاعمار اللي انا حددتهم، انتم ما لكم علاقه فيه ومش بسببكم، وانتم ما زعجتونا بشيء نحن عملنا هيك. هيدا اول شغله بدنا نركز عليها. نعم. ثاني شغله بدنا نركز عليها انه نحن اثنيناتنا ما بقى عم نقدر نحب بعضنا.
يعني نحن كنا نحب بعضنا. ونعطي امثله، كنت تشوف مثلا بيك وقت بيجي من الشغل يبوسني، كنت تشوف انا ببوس بيك، بغمر بيك الى اخره. يعني نحاول انه نعطي امثله، لانه الولد اذا ما اعطيته اشياء ملموسه من الحياه اليوميه صعب انه توصل له المساج. نحب بعضنا، قصدك نحب بعضنا غرام 100%. بس فينا نضلنا نكون عم نحب بعضنا لو منفصلين ونخبره انه انا بحب امك وبحترمها. مزبوط، كنا نحب بعضنا as a husband and wife، مثل زوج وزوجة. وصدقني وقتها بتقول لولد عمره 5-6 سنين زوج وزوجة بيفهم شو يعني. يعني نحن بنفكر اولادنا مش رح يفهموا، بس اولادنا عارفين انه العلاقة اللي بتجمع بابا بماما مختلفة عن العلاقة اللي بتجمعني انا ببابا او اللي بتجمعني انا بماما، واللي بتجمع بابا بجارتنا او بامه. البيت بيعرفوا يعني، منهم الاولاد بيقدروا يفهموا هيدا الموضوع. مثل ما عم بتقول انه نحن صرنا اصدقاء، والاصدقاء ما بيعيشوا بنفس البيت. يعني نحن بنحب بعضنا as friends. شي مرة شفت اثنين اصحاب عايشين بنفس البيت بيناموا بنفس التخت؟ لا، نحن قررنا انه كل واحد منا يعيش بمحل، بس نحن رح نضل متفقين على اموركم. يعني نحن رح نضل نجتمع تنسمع انت شو عندك تخبرنا، انت شو عندك تخبرينا، ونتفق على كل شيء بخصكم. في شغله كثير مهمه نذكرها جوزيف، انه الحديث وقتها بيصير فيه انفصال، بلشت من الموضوع من اخره، انا خايفه يخلص وقتي وما اقول الاشياء المهمه، عم بلش بالموضوع من اخره. كثير مهم انه اثنيناتنا نحكي بالموضوع كرجل وكامراه. اوقات كثير بناخذ قرارات غلط، يعني مثلا الام بتقول انا رح اخبرهم اليوم، يكون الاب مش موجود او العكس صحيح. هذا الشيء مش لازم يصير، لانه الولد عنده ميول انه يعتبر انه الشخص الغائب هو الشخص يلي المغبون او الشخص يلي مظلوم. يعني هو الشخص اللي مش موافق على الانفصال، مجرد انه ما حكى بالموضوع وما خبر وهو غايب عن الساحه، بفكر انه اللي عم بخبر هو المسؤول، واللي عم بخبر هو اللي بده الانفصال. اللي عم بخبر افترى على نفسه يعني. اثنيناتهم لازم يخبروا. اوقات كثير للاسف بمجتمعنا يلي ما بده يكون بالواجهه وبيعتبر هو انه انا بدي اعمل مستحيل تيضل الولد يحبني لإلي، بيختار انه ما يخبر. يعني بيقول انه لا انت خبري او انت خبر، وهيدا شيء غلط، لازم اثنين اكيد يخبروا. هلا اللي بيصير جوزيف انه اوقات الولد بيصير عنده الشيء اللي بيهدده كل الوقت، انه طيب اذا هن اتخانقوا، اذا هن ما بقى يحبوا بعضهم، قرروا فاذا يفلوا كل واحد يكون ببيت، بلكي طب يحبوني 100%. فاذا انا مثل ما ماما تخانقت مع بابا، فيها ماما تتخانق معي او بابا يتخانق معي ويتركني، كمان يتركني ما يقعد يعيش معي، لانه الخناقه فاذا لهون بدها توصل. هيدا عم تحكي بين الاربعه والتسعه، بس يقطعوا على الهمر بضلوا يفكروا بهالطريقه؟ هيدا عم بحكي من الاربعه ل 11 12 ممكن نواجهها اوقات. يعني مش ضروري انه نوقف على 8 9 انه الولد يفكر بهال. هلا رح نحكي اذا كان عندنا وقت كيف المراهقين ممكن يفكروا بهيدا الموضوع. فاللي بيصير انه نحن واجباتنا كاهل وقتها بيكون في انفصال، نفسر للولد شو طبيعة العلاقة اللي نحن بتجمعنا فيه، انه هيدي العلاقة ما في ولا علاقة بتشبه لها، وانه هيدا الشيء ولا ممكن يصير انه الخناقة او الخلاف بيني وبينك يوصل انه انا ما احبك او انا اتركك او انت تفل او انا فل، شيء مختلف. هيدا امور الكبار مختلفة عن علاقتنا سوا. هيدا الشيء بدنا نضل نكرره بهالطريقة البسيطة، مش ضروري انه فتش على اشياء عقد حياتي فيها، بهالطريقة البسيطة بده يفهم الولد هيدا الموضوع. شغلة تانية بدنا نشتغلها مع الأولاد إنه نمهد للأولاد. نمهد مش يعني إذا نحن قررنا نفصل بعد سنة نقول له نحن بعد سنة بدنا نفصل، أكيد لا، لأنه الولد ما بيقدر غير يستوعب لو فيتور براش، المستقبل القريب، ما بيقدر يستوعب المستقبل البعيد. بس أنا كيف حضر؟ حضر يعني طبعاً وقتها بيكون في انفصال مش فجأة، إجا من بعد كتير خلافات، من بعد كتير نزاعات بالبيت. التحضير أول شيء بده يشوف الولد إنه في شيء وضع مش طبيعي بلش يصير. يعني بده يشوف الولد مثلاً إنه ما بقى عم بيناموا بنفس الأوضة، مدري ليه بابا صار عم بينام على الكنباية وأمي لا، ما بقى عم يظهروا كثير، ما بقى عم يظهر كثير سوا، عم شوف ماما زعلانه، عم شوف بابا راح يقضي او ماما العكس يومين عند امها او الى اخره. هيدي الاشياء بتمهد للانفصال، يعني بصير الولد نضجت الفكره براسه، وصل للنهار يلي هو بده يعرف انه صار في انفصال فيه، صارت الفكره ناضجه عنده وصار مستوعب شو عم بيصير، ما بقعد كثير بحاجه انه انا افسر له لان هو استوعب. هلا الكيس الثانيه يلي هي بصير فيها الانفصال بطريقه فجاه، يعني باخد على سبيل المثال وهيدا اكثر شيء، هذا اكثر شيء بصير بس تصير الانفصال فجاه، الخيانه.
وتبصير في خيانه زوجيه. نعم. وفجاه بتنصدم السيده او بينصدم الرجل بهالخيانه وخلص ما في مجال للسماح، بيرفضوا السماح وبده يصير في انفصال. ما فينا ابدا نقول للولد قد ما كانت نقمتنا كبيره ومعاناتنا كبيره، مثلا الام ما فيها تجي تقول للولد انه بيك نقى يروح مع وحده ثانيه. هيدي كثير بنسمعها. هيدي ماشي بتعطيه عدم الامان كل عمره. اول شيء صار بيه بالنسبه له انسان غير موثوق فيه، صار انسان ما في يتكل عليه بشيء، صار رمز لعدم الامان عنده، وهذا الشيء انه اوكي صار في خيانه، بس الاب بده يضل اب وبده يضل يتحمل مسؤولياته. صح. ومن واجباته انه عزز هيدا الامان، هيدا الامان بين الاب واولاده، فهيدا الشيء ما بنفوت الولد بالتفاصيل. فينا بكل بساطه نقول انه انا كثير زعلت منه، وهو ممكن يقول انا كثير زعلت من ماما، وانا ما بقدر بقى اعيش معه لانه انا خلص بدي، انا ما بدي بقى اتخانق، ما بدي اعيط، وعم بزعلني انا عم ببكي، وهو كمان في يقول هيدا الشيء. يعني اللي انا عم جرب وصله جوزيف انه انا ما بقدر انقل الحقيقه مثل ما هي للولد، يعني انا ما بقدر حمل مسؤوليه لطرف من الطرفين. صحيح. حتى لو هالطرف هو اللي لازم حمله المسؤوليه. يعني كثير من الزيجات اذا وقعت الغلطه في بتتصلح مع الوقت ولا خلص هيدا ركبناها بعمر كمبيوتر فاضي وعبيناه؟ بتصلح على شرط انه يضل في علاقه منيحه مع الطرف اللي انا شوهت له صورته. يعني طرف مثلا الرجل شوه صوره الام، بتشتغل الام تتبني صوره مضبوطه تتناقض هالصوره الغلط اللي خلقها البي، تتثبت لاولادها انه انا عن جد عندي علاقه كثير منيحه معكم وانا مش مثل ما قال البي، والعكس صحيح. بس نعم. انا اللي عم جرب ركز عليه تنتقل شوي للمراهقه اذا طلع عنا وقت، اللي عم جرب ركز عليه انه شخصين انفصلوا. نعم. من الواضح انه الحق على حدا، وحدا هو اللي اثار على الانفصال او وات ايفر. ما بقدر انا قدام الولد حط هالحق على طرف واحد. أوكي. بده الولد يفهم انه تنيناتنا اجى القرار من عنا تنيناتنا. علما انه اوقات كثير بتكون الاشياء واضحه، يعني الولد بيشوف انه اذا ماما ما بدها الانفصال، ماما عم تبكي، ماما عم بتلفن لبابا، ما عم بيرد عليها، انه الولد بيشوف كل شيء. بس انا واجباتي كام وكاب انه انا جرب انه اقسم المسؤوليه علي وعلى زوجي. هيدا شغله بدنا نتفق عليها بالمراهقه. بالمراهقة يلي بيصير اجمالا انه الناس ما عم بحب المراهقة جوزيف. طب ليك انا برايي بالعكس، انا بقول يا ريت بنمرقوا من ال 14 ل 22. طيب رح اعمل بارت 2 تنين، خلينا نحكي شوي بعد عن الولاد تنين. انا بدي اكون انا الجمعة هون. الجمعة لا مش رح حرقتك، مش رح حرقتك. بالمراهقة يلي بيصير اجمالا انه في حدا من الاهل يعني بيعيش الموضوع بطريقه خاطئه. كيف؟ بحاول انه يكون كثير متساهل مع المراهق، بحاول انه يكون دائما لو فيزاج سوريان عم يضحك، عم بيأمن طلبات المراهق، خاصه الطلبات مش الماديه، طلبات انه الظهره، ما عليه ايه ارجع ساعه اللي بدك مش مشكله، ما عليه كذا انا بفرم. ايه. ظنا منه انه انا لما بعمل هيك رح اكسب ابني او بنتي اكثر كمراهقين، رح ينحازوا لجهتي اكثر كمراهق لانه انا عم بتساهل معهم، ورح يعتبروا انه الام او البي الطرف الثاني هن المشان، هن اللي مش عم هن اللي خانقينهم او هن اللي عم بهيدا. وهيدا الشيء كمان بيصير غلط. شو بتتحمس انت بس نحكي عن تينيجر؟ اكيد هيدا انا معاني مع هالعمر، ممكن بدي اعملها فيك بدي اجله كنت. لا لا لا, 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 لا ما لي قلب، ما لي قلب، ما تددونا ما لي قلب ازعجك. فاللي بيصير انه بهيدي الحاله عم يخلق هالطرف اللي عم يتصرف بهالطريقه، عم يخلق عدم توازن بين المراهق والطرف الثاني. يعني الطرف المتساهل شو عمل؟ بطريقه معينه بين للمراهق انه مزبوط امك معقده، مزبوط بيك معقد. نعم. فصار هو بدون ما يقصد عم يعمل بوش لخلافات مع الطرف الثاني، يعني صار هالمراهق عم بيروح يخانق بيه او يخانق امه لانه شو بك معقده، شو بك معقد، امي خلتني بي خلاني. الرولز اللي بحطها الطرف الاخر او النقط الخط الاحمر هيدي شو بتعطي امان، بتعطي ثقه اكثر بهيدا الطرف؟ هيدي بتخلق صوره يعني صوره اب مختلفه وصوره ام مختلفه، بصيروا الصورتين مختلفين عن بعضهم. نعم. ما في شك انه يلي عم بحط قواعد وقوانين اكثر هو شخص قادر يتحمل المسؤولية أكثر. كتير
تجاههم اكيد هن بحسوا بهذا الشيء اكيد هن نعم. هلا ببدايه المراهقه في صعوبه انه يحسوا بهذا الموضوع لانه بيكون المراهق كل همه يظهر يروح ويجي بيعمل اصحاب ويصرف مصاري بس بعمر معين نعم رح يخلق عنده شعور بالامان نعم. مع هالطرف هيدا لانه هالطرف قادر يتحمل مسؤوليتي اكثر قادر اذا انا قلت له واقعه بمشكله او واقعه بمشكله يعيني اكثر يحل لي اياها اكثر انا بدي نكمل الحلقه انا وياك خلص وقتنا بس بعد بينحكى عن الموضوع اكيد وباي عمر رح يخلصوا يبطلوا سائلين باي عمر سائلين مش سائلين يعني انه نحن الدنيا نحن العالم نحن انا بعدني لهلا سائله مثلا مع امي بحط لها اولادي وبمشي لا ما تقولي لي لهلا لا ثانك يو لك ما يلا كل المشاهدين بريك قصير بعدها بنعود للمتابعه مع الشيف وغيدا بالسينما خليكم معنا